القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان. هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة أيا من قلبه أمسى يعاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، walaalayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii la magac baxay Alqur'aanu Rabiic Alquluub. Maanta waxaa ii martiya inaan Sheekh Cabdullah Sheekh Muusa Sulub, Ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha ha barakeeyo, xalqad aad iyo aad u qiimo badan oo ila arki doontaan insha allahu tacaala mumtaca iyo maaragtay wanaagga ka muuqda. Ilaahay baa ka baryaya subxaanahu wa tacaala mar kasta iyo meel kasta inuu na waafajiyo الإخلاص والقبول والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يلسى دوق ويدير حلقة دي هورينا صور دافي وحا برمامش كانوا وساس يقندقوها مركزته إن أنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا لصاحبنا أن شوكتينه حنقط قراءة حنقط فهم يتدبر حنقط خردقا انت قفك لغيها لا فهو فاز فوزا عظيما. انت كديب والله ليال وحكسوا دبيني يا شيخ عبد الله، فليتفضل المشكور المأجور بإذن الله. تفضل شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى آخرك يا شيخ إيمان سودويت أدنى سودويسي ومقام آن التاقنين أدنى سو استاجسي إلى آخرك كاسيو جزاك الله خير. كل ما سيدو الشيخ الشاقي عبد الله قارئ يرو وحويان طالب العلمية أو تشعلنا قرآن كأمبانا هاي وحن تشعلها يا شيخ إنا كما هد اليو برنامج كان آد كوون أكسن وحويان وفكرة دونا أي تهي دتك قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وقو دورتي إنو كسو دوية برنامج كان وانا فكرة آد أقيمة بضن شيخنا وان كم هد عيني آد يا آد إلهينا وتشيسة خالصة وقدقو وانا آد مهد وقا قاضي شيخين جزاك الله خير. هذي قام بضن ما شاء الله انت هاي كبضن إلا سور دوية وحا مهمة إن نفهمنا دتك قرآن كقيب سنة حفتي سنة إلهي سبحانه وتعالى إلهي أدويهين أيهين أهل الله وخاصة سيد النبي محمد شيخ حديثك إلهي لبا أهل بوليهي أهل الله وخاصة أهل القرآن يا أهل القرآن أوتروا ونكو النبي عليه الصلاة والسلام لها إن الله وتر يحب الوتر مركها ولا ليال وأين نبلشدينا عندنا شعلينا أن شعلنا أنو ماركت اهتمام وينسينا تذكر قرآن كحفدي سنة حامل القرآن سببته حدينا رجع كرامينه أما دمر كقرآن كحفتسان أن مارتي سفي عنو شرفنا إلهي سبحانه وتعالى منزل وين بنصينا لحدينا كنا لي هو أهل القرآن إنه كفى أديسنه سنوكسونا شيء عبد الله وحو كيمة سعودية ما شاء الله بدن كبا قرآن كيو حفتي جيسا يو قيبين تقرآن كوي حفتي يو حكسوقات مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة أيو حلقات كيو مارتي مسجد الرسول كيو دورات كيو كشري شيخه شيخه أن هرجيسا هذا مرتب نوية هو إيمت ان الهي بركه يا دور عشاء يا بركه دبتكت الهي حنغا اقبلوا شيخ مركا ان شاء الله تعالى صوتكيسان جعل هاي مركا كواد بحلقه بلوغه انو كفرفرنو انو نو اخريو باذن الله تعالى كسدوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم
هم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. الله أكبر. جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. والله ليال قرآنك إلهي سبحانه وتعالى ونلل قفك إلهي سبحانه وتعالى وافتشي نلشانا الدنيا آخرة وقولي سنية قفك عن قرآن هيسن والله وهوغي قفك عن قرآن هيسن نللكم النولاء wa nin dhimtay laakiin waa waxa weeyaan waa qof iska socda oo laakiin yaani gudihiisa waa dhimteen quraanka la'aantiisana waxa weeyaan waa nolol bila maaragtay bila raaxo ah waa bila nolol aan jirin weeyaan laakiin waxa lagu noolaanaya oo lagu guuleysanaya oo lagu faraxsanaanaya quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamullah kalaamka ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa mucjizatun khalidah waa mucjisada ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi maxamed la soo diray ilaa qiyaam saacana way jiraysaa marka walaalayaal waxaan u baahanahay inaan awlaadeena dadka noo dhow ee qaraabada walaalaha dhammaan muslimiinta caamatan inaan qur-aanka ilaahay isku boorino xifdigiisa iyo fahamka iyo ku dhaqankaba inaanu aad iyo aad xoogu saarno qur-aanka waa inaan gacanta midig ku qabsanaa qur-aanka waa inaan ihtimaam siinaa walaalayaal qur-aanku haddii laga waayay noloshaada waxaad ogaataa noloshaadaas inay jirin qur-aan la-aantiina waa nolol la-aan baaraka allahu fiik waxaa ku soo dhoweynaya sheekh cabdalla mar labaad sheekh waxaad ka warantaa qur-aanka iyo xifdigiisa iyo waqtigaad bilowday iyo mashaayikhdaadii aad islahayd maasha allah maanta xaggan aad ka xusi kartaa oon u duceyni karnaa biidni illahi tacaala maasha allah soo dhowo sheekh allah yajzik khayr ya sheekh kullinba anugu waxaan ahay dadkii ku dhashay xagga sacuudiga gaar ahaan jidda jidda sax xagguna xaggaana ay reerka odhan ay degnaayeen sax harigeysa markii ugu horeysay inay imid waxay ahayd 2013-kii anigoo qur-aanka boqolkiiba taqriiban 70 xaggaa ku soo dhameeyey qur-aanka oo aniga dhowr jiis iga haadhsan yihiin ayaan xaggan hargeysa yimid ilaahay mahadiina qur-aanka waxa weyaan ilaahay wuxuu ii doortay inaan qur-aankan hargeysa dhexdeedan ku dhex takhtiimiyo maasha allah ku dhameeyaan ku gabagabeeyey ilaahay mahadiisa xaggan hargeysa ahayd laakiin qur-aanka intiisa badan waxaan ku soo dhameeyey taxfiid la idhaahdo mujamac ubay bin kacb oo halkaa jidda ku yaalla sheekhaygina uu ahaa sheekh akhtar zeeb waana sheekh bakistaaniya xagga dadka dhigaa badanka sacuudiga waa bakistaaniin weeyaan waana dad alxamdulilah maasha allah subxana allah ilaahay qur-aanka waxa weeyaan gacanta u geliyey iyagoo acjamiina haddana qur-aanka subxaana allah waxaad moodaa dadka carabta xata inay kasii yaqaanaan subxaana allah marka sheekhaygina waxaa sheekh akhtar zeeb ilaahay baan u rajaynaya inuu khayr siiyo xaggan hargeysa markana yimid waxaan ahaa 13 baan ahaa marka hargeysa sanad aan joogay ayaaban qur-aankiiba harkan ku dhameeyey madrasad la idhahdo nuuru qur-aan macalkiigana waxaa jiray sheekh cabdisalaan ilaahay khayra siiyo isaga gacantiisa qur-aanka aan ku takhtimiyo qur-aanka alxamdulilah ku dhameeyey haddana markaan qur-aanka dhameeyey allahuma laka alxamd waxaa jirta fatrat inqitaac oon qur-aankii keera go-ay fatradaas waxaan odhan karaa fatrat naqaaha waa purification waa fatrad odhan kara qur-aanka intii aan ka go-ay kulliba waxaa jirta fatrad u dhexaysa qur-aanka marka takhtiimisadii itqaaninta qur-aanka yarbaa u dhexaynaysa gaab yaragalayagaab baa yaragelaya gaabka waxa weeyaan wuxuu aan ku qiyaas karaa ilaa 3 inuu ahaa haddana qur-aanka alxamdulilah mar labaad baan ku noqday markaan qur-aanka ku noqdayna macalinkayga waxaa sheekh guuleed sheekh xirsi ilaa kharaasiyo isaga waxaan qur-aanka gacantiisa aan ku tathbiitiyey oon qur-aanka ku xoojiyey ilaahay mahadiisa markaan qur-aanka tathbiitiyey aan itqaaniyey ayaan haddana hargeysa anigoo jooga ayaan haddana alxamdulilah sacuudigii aan ku noqday haddana markaan sacuudiga ku noqday ayaan bilaabay masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan duruustiis duruusta xagga inaan ka bilaabo
دوراتكي قرآنك إنن بلابه سبحان الله أنيكو كوجودة ترى أرينكاس وحنا قصور دح قلي كورونا كورونا كوفيد 19 تقريبا لبس أنا كهربي نقلس لبس أنا يبرد كهرب ملا تقريبا أنيكو هوشة سبحان الله أتجي سعودية إنن إجازة قصو قاتو مش أيخ ذا حاجة مدينة سبحان الله كورونا أيا نقصور دح قلي حدنا دجان بنسك أها مدينة حاجة سنتشوجي إن بظن عن دجان وها كدب هذانا وحن كورونا مركي دماتي انت كورونا سعوتي هذانا انت ومن شوتشين الحمد لله عن بعد اونلاين بروح كسر الجنيني الحمد لله لا مهديسه اونلاين كان ودنينا ان بدن بي سعوتي الا ما انت الحمد لله وضع اونلاين ك او الا ما انت طالب العلم عيان هي الى مهديسه اسبوعا ما اسبوع اكو حكتنا ان شاء الله وحن قالي مسابقه صدن جس ما شاء الله وحارتنا الهي الهي نوفتي يوم من الاوائل كاردي ما شاء الله امين امين يا شيخ حاجه جدا بارك الله فيك تفضل كمل مركا امتحانك هو حاجه جدا وين اي كو يلا كل امتحاناتك بدنك سعودي حاجه لا قاضا و وحا حل قرور باجره او اسغنا امتحانك قاضوا على جمعيه خيركم تاسني ما شاء الله امتحانك ودير غروبيه مسابقة وحوينا قلت لك لين صدق جزء قرآنك دتك حاجة سعودية دجانك أوه أي قلت لك لين ويان مركا إن شاء الله إلهي إلهي إذا كيس أنو وضع إلا مك قرآنك الحمد لله من تشوتين هل كيان يعني كبر عبينا ونسي وضع إن شاء الله من تشوتين إلا بإذن الله بإذن الله ما شاء الله وكنت يشم ذي يا شيخ عبد الله ولا ليال إن قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وقتنا أهرنا حوجنا إنه قلنا يحوله النبى هدي أضرب عنت هاي إن تقول قاعدت تضرب عنت إلهي سبحانه وتعالى إنه تذكر دونك تشوقة كهذا حشرفه فعليك بالقرآن بقول القرآن ككود ذال وكود ذال إلهي سبحانه وتعالى إنه كوافتيه وإلهي سبحانه وتعالى أنا بري وإلهي سبحانه وتعالى وديسه إخلاصك وحقوه ناكسن أقوين إلهي سبحانه وتعالى بحيه وإخلاصك هدي القرآن كحفظ سنته بالإخلاص طهي سكون رقاه لي ولا البارك الله فيك لكن واحد مهمة قفكو إنه طالب علم مركو نقض إلهي الدين تيسا حفظ سن أو حامل سن القرآن كان فهم سنة كل رقم يا إخلاص الله جمع مار ميبا إخلاص الآن وعمل كيو مارك تي آت سكس ميني سود لا هدرت يوم سميني سود ذاتك كلا دوس ميني سا لكن إخلاصك وجندك عملك قفكم مسلم كوردن خاصة أهل القرآن ذاتك القرآن كإله سبحانه وتعالى فهم سنة كل رقم يا حفتي سنة بركا شعب عبد الله وإن لقد إذا ولا ليال القرآن كنا وإن جهدي لجليا لهلا علمتنا أما معلمين القرآن كده يحلو به هي إن أرضي ذا إن الصبران وطلقاتان أي مركت إن جوايسيان مركي في مركي هير في عنقاران أو مركي جزء أما لبجس أما ثمن جزء مركي حدان مركي حفديان سيدوا كل والد كان لقى مرمين والد كوينه كده ذا على سبب طوع آخره إلهي سبحانه وتعالى وجو بلنقادي بلنقاد أدوين تذكر أحد إذا آخره ما كان لكينه إلا تبو أي مركت شنيه النار لو كلا صاره قفكي إني سقران كحفتي سنة إلهي سبحانه وتعالى وكصوعية والتاج من ذهب بالله حريا بركة والد وحلوب بهينا تفهمته معنى انتها قيمها بضل أسر اللي قطوه أولاد هذا كل هذا دال نحوق يحولها با يوقتي قبا إلماغا كبحي قبا يويل كل بكوية هاي الدون كي آخرانا شرف بطكوها لسا انت هدان كصوع بحو داو ديال شي عبدالله دي بقصو نغنية شي عبدالله بل هدانا مركة لنقول راحي قد كاقة وناكسن ما شاء الله آد بانوغاه لي محفلية داو دياش ونيني آد والرياقين هذا الكإلهي وناكسن إلهي سبحانه وتعالى وحولي الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب تفضل شيخ الله يجزيك خير يا شيخ إلهي كاسيو أما تدي أمانتينا إلهي كاسيو شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يهدي من قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جزاك الله خير. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تمور. الله أكبر. ولا ليال قفك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي ساخرين يا وحو ليه تجارو أما بايع مشتر بيولي ليه إلهي سبحانه وتعالى على خسارين بركا وحا لبا يا ولا ليال إن القرآن كي إلهي سبحانه وتعالى وقت في عنقلين وانو ما رفتي كنت تدبرنا انو تفسير كي سفهمنا قفك قرآن كبركو آخرين يا لو مبا هنا ينو كفي كيرو قولمت دمينسا سورده أما قولمت دمينسا آيادة أما قولمت دمينسا بيجك أما بقى قرآن كهوري لكن كو فكر آيادة إلهي سبحانه وتعالى محولد محول شيدا محوبة هيهي محا ما نقع عمرنا الفرية بس وحبان لو يعني إيك قرآن كو حوك لبها أول لبشي بركة كوان إنو إلهي سبحانه وتعالى وحكان هيني وكليه لا تفعل أما هسمين أما إنو وحكو قبورني خيراتكي يواناكي يسالاتي يسونك مرنا وحو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهلي وأحكام برنا إلهي سبحانه وتعالى وحكى قال لي وقصص مركب حلو بها يقفكو إنه يفهمه وتدبر سمائيه كل بقى عيد ومرة يكدو الاستاو أحد السلف الصالح بقى لقاها يا حتى وحايق خير بدن أنا يقول قرآن خورنا دمية إن هل عيد ما أنتو نكوع العليا كوع العليا كوع العليا فهمه وكد تدبره مركب قرآن كو لقى مرة لقى ما مار مايو إن لقو تدبره أو لفهمه وما رتي وقت قال لسيه شيخ واحد كاد حشيرو شيخ تفضل شيخ هذا كاد الله اكبرك من وانا سمت كاد شو تري قرانك وحو يعني تفسير كيس نبي محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وتي عاش رضي الله عنه يكورنيسي صح كانت قراءته تفسيريه نعم قرانك نبي محمد عليه الصلاه والسلام بركو اخري واحد كو كلا غرانيسي يعني ميشو كمري اذقن معناها غرني صح قفك عربي قرانك يقان معنيه صح وكدري ودريمي كرتا تانا وحا أود وحويان أود وحي صارنت هاي إمام كقرآن كأخرية صح سبحان الله مسؤولية صارن مسؤولية دوحة صارن إمام كقرآن كسبحانه وتعالى إله قرآن كإله سبحانه وتعالى إمام كأخرية وبرئ أوها فهم سفيع أيو مسؤولية قف كاسي صارنت قف مركو أخرية قرآن ك وين قف كأتفسيرية ووحى لقيا بالقرآن آيات عذابه سووا كشكينية إنه كيد دبته كني إنه ملك لبك فكري سبحان الله صح إنه وح لقيا بوح وين ملك لك فكري ودهسيه سبحان الله, الله تاس وح وين كله وح مسؤولية كله إمامك إنه قرآن كدرنسيو وح شر القرآن اللي هذا قرآن تفسيري قرآن وح وين لو جود تعبيرين قرآنك تتكين اسمه هذا قف سجو قضية أي درك صح دنا سجو إمام كدب قوي وح لقيا إنه يعني إنه القرآن كفهن سنين لكن وح درنسينية درن جلينية إمام كان قرآنك أخرية سبحان الله الله أكبر قابكو أخرية قابكو أخرية سبحان الله مركة لتاقيني مقام الحزن مقام الفرح مركة لتاقيني هي مركة لتاقيني هي مقام الاستفهام مركة لتاقيني هي تشريع مركة لتاقيني قصص مركة لتاقيني هي صح سبحان الله إمام كوحاس درنسين كراء أيا درنسينية أيا درنسينية نكا إذا ما تعلم نعم إمامك مثلا إلهي سبحانه وتعالى سبحانه قرآنك وحوري إمك واحد كوا خريج لبقى قراءة ذوت لبقى قراءة واحد كوا كلا قران كريسة قراءنا وقراءة منضبطة قراءنا وقراءة تفسيرية قراءنا وقراءة عادية وحوي أحكامتي تجويد كذا كل ما يستريهن قراءنا وقراءة تفسيرية أو أنكو تفسيرين سؤاش وأنا وحوي المقام استفهامي إلهي يحبك ويديني إلهي سبحانه وتعالى قران كسر حور سورة الفرقان وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وآية وانا وحوية آية كم إذا آيده إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسورة الفرقان هو شيء لكن هب كان هو أخري أنكو أخري إمك يوحس بربردك تا هب كان إمك أنكو أخرين دون
وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. مرنا ومرأة سؤالك قويدي استفهام هذا وحكو ديني مرنا عاد منك وأخري سبحان الله قفك كدوتا قلن سوغن معناها فهمي سياق إياه هبك القرآن وأخري سوحى الغياب إنه كاقف فهمبه سبحان الله مقام كلو وحويان إما كان مقام الحزن لتاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. كوي قال هذا هاي أهل النار وحي ودين أهل الجنة وحي إلهي نمعيني دي سيئي بل بيء إنه قد ضيق قفك مركو أيدا أمريو وحي تهي إنه درنسيون إنك دبت هاجن صح هل كان أمريو نارتي بلغها الله يا أيها أهل النار نارتي بلغها الله يو جنة صح سبحان الله حلقا يبا إني آيات بها كلها أفتو قفك سامعة سوق ملك لك فكري آير سكت أفتو آير سكت أفتو مسألة دي دوحة قاضي إمامك تحسن آد هذا الكاسم يقصو عدوا إمامي ذا تذكى سعادة تبتشين يا ما شاء الله إلهي وقرانك حفتي الحمد لله رب العالمين وحافلة يا قبل كسيدو يا إن شاء الله تعالى برمامج كيني داوة ديال ودرك السين شيخ وشيخ ما شاء الله نقول أخري قرآن كونك سن إلهي سبحانه وتعالى سنها قوان فعو أنا قناه نقول أن فعو إلهي وحودي سنة سبحانه وتعالى أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أنت سنكشوك بقبين يا وحرجين يا إنا إن شاء الله تعالى برمامج كان لسو عنده انتهى الحلقة ذا طنبي سو الصعودة وحنقيتها يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أدبني سلام يا القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العباد.